فضاءات السعادة الحق في جودة السكن. أهلا بكم في قراءة لأهم عناوين الصحافة الورقية. تناولت معظم الجرائد في أعدادها الصادرة ليوم غدنا الخميس كواليس الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابات المركزية. المساء من جهتها تعنون مقالا الإضراب نجح بنسبة 83.7%، وفي تفاصيل المقال تضاربت الآراء بين المركزية النقابية والحكومة. ففي الوقت الذي أكدت النقابات نجاح الإضراب، قالت الحكومة إن الإضراب لم يكن له أي تأثير على السير العادي. وأشارت المساء في عددها الصادر ليوم غدنا الخميس أن الإضراب في بعض القطاعات كالموانئ والجماعات المحلية بلغت نسبته 100%. باقي التفاصيل في الصفحة الأولى لجريدة المساء. أما جريدة الناس فتشير إلى أن الإضراب شل مجموعة من القطاعات الحيوية والاستراتيجية والإنتاجية والخدماتية العمومية والخاصة، منها المصارف والبنوك والتكوين المهني والاتصالات والطاقة والبترول والغاز والفلاحة والصيد البحري. وتضيف الناس أن الإضراب في الموانئ عرف مشاركة بلغت نسبتها 90%، بحيث تم إغلاق أبواب الميناء الثلاثة في وجه حركة المرور. التفاصيل تقرؤونها في عدد يوم غدنا الخميس لجريدة الناس. نفس الجريدة تكتب بورصة الدار البيضاء الإضراب العام يربك تداولات الأسهم. وفي التفاصيل تشير جريدة الناس أن دينامية تداول الأسهم عرفت اليوم الأربعاء بعض الاضطرابات متأثرة بتداعيات الإضراب العام الذي خاضته المركزيات النقابية. أما أخبار اليوم فتعنون في صفحتها الأولى إضراب عام خال من الحرائق والدماء والمواجهات. وقالت أخبار اليوم نقلا عن مصدر حكومي أن الإضراب عطل 40% من المرافق. وتحدثت مصادر وصفتها أخبار اليوم بالرفيعة عن نجاح نسبي للإضراب في قطاعات بعينها كقطاع العدل الذي بلغت نسبة الإضراب داخله 60%. وننتقل إلى جريدة الصباح التي تعنون في صدر صفحتها الأولى الإضراب نقل الجيش من الثكنات إلى القطارات. وفي تفاصيل الخبر تقول الصباح إن الإضراب العام الذي دعت إليه المركزية النقابية شل مجموعة من المرافق العمومية والخاصة، ما استدعى إلى نقل عناصر الجيش من الثكنات إلى القطارات لتأمين حركتها العادية. وأشارت الصباح نقلا عن مصدر لها على أن القوات المسلحة مدت المكتب الوطني لسكك الحديدية بعناصر متخصصة في سياقة القطارات. نهاية جولة الصحافة، إلى اللقاء.